السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور ا توت زي ا توس. الوصفة ديال اليوم فاتي اوكي aujourd'hui on propose des muffins au myrtille et en plus le meilleur c'est que c'est sans gluten et sans produits laitiers. Ça vous intéresse? Suivez-nous en cuisine et restez jusqu'à la fin. الوصفة ديال اليوم اللي بغيت نشاركها معكم هي مفين بفاكهة العليق. غادي تكون مميزة، علاش؟ لأنها خالية من الجلوتين وخالية من الحليب ومشتقاته، مناسبة بزاف للناس اللي كيعانيو من أمراض اللي كيمنعهم الطبيب يأكلوا فيها هاد المواد هاد البروتينات هادو. إذا تابعوا معايا الأخير باش تعرفوا شنو استعملت باش عوضت هاد المواد. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. اذا المقادير اللي غادي نحتاجو في لي موفين بالعليق هي كالتالي. عندي هنايا النشا. Alors pour commencer cette recette de muffin aux myrtilles sans gluten et sans produits laitiers, il nous faut du fécule de maïs, de l'huile de coco, زيت جوز الهند الا شفتوها هكايا ولات بحال الزبده ريحه الحال بارد، du zeste de citron, قشور الليمون, de la levure chimique, خميره الحلويات, des myrtilles, العليق أو التوت الأزرق، دو لا فارين دو مايس، عندي هنايا دقيق الذرة، أنسيت دو لي سوجا، مشروب السوجا تقدرو تعوضوه بمشروب الشوفان، أنا دو لا نوزيت أو بودغ، مسحوق البندق، إي أنفان، فان لافون دارني بلوتو، إل فو دو سكر أو بودغ. السكر البني، انا استعملت هنا السكر البني، تقدروا تستعملوا السكر عادي. اي دونك اون اريف او دارني زانغريديون سي دي زو، وغادي نستعملوا البيض. المقادير بالضبط غادي تلقاوها في صندوق الوصف. وزالي تروفي تو لي زانغريديون ان بار دافو. اذا خديت الطراب الكهربائي، غادي نوضع فيه قريصه ديال الملحه. دوز ا روبو اون امي اون بانسي دو سيل اي لويل دو كوكو. غادي نوضعو كذلك زبده ديال جوز الهند او زيت جوز الهند، اي لو سكر، غنضيفو السكر. ابري افوار ميلانجي لويل دو كوكو اي لو سكر اون راجوت لي زو، غادي نضيفو البيض اي مانا اون راجوت لي زيست دو سيترون، غادي نضيفو قشور الحامض الليمون الحامض، انسويت اون مي لو لي دو سوجا، مشروب السوجة، ونخلطو ودابا غادي نضيفو الذرة. On a rajouté la farine de maïs, les noisettes en poudre, البندق, la levure chimique, خميرة الحلويات والنشا. ودابا غادي نخلطو العناصر جميع. إذا العجين ديالنا وجد، غادي نضيفو عليه العليق. فوالا مانيان نوتر باتي بريت، يفو جيست راجوتي لي ميرتي. إي أون ميلانج. غادي نخلطو مزيان. C'est la première fois où je dis le plus mélangé. Je ne sais pas, peut-être. Quelle belle couleur bleue. Et donc, كما شفتوا كنعمروا القوالب ديالنا الصغيره اللي غادي تمشي للفران. Comme vous l'avez vu, maintenant on va mettre notre pâte dans des petits moules qui peuvent rentrer dans le four. Le فران راح نسخناه على 170 درجة. On a préchauffé le four à 170 degrés. وغادي ندخلوهم المدة ديال 25 دقيقة.
et on va les enfourner pendant 25 minutes. قبل ما ندخلوهم غادي نزيد فيهم شي شويه ديال فاكهه العليق. Avant de les mettre au four, on va mettre quelques vertis par-dessus. On te la comme une bête. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. إذا اللي مفين ها هما وجدوا خرجناهم من الفران كرشوهم بسكر ثقيل. Voilà, nos muffins sont prêts, on les a sortis du four et on va mettre du sucre glace par-dessus. وكنقدموهم بالصحة والراحة. كنتمنى ان الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى وصفة جديدة ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis de liker, de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une nouvelle recette.